فنبدأ بقى على بركة الله يا شباب. خلصنا مع بعض شابتر 1 اللي كان انتروداكشن، كان مدخل تمهيدي للتراك بتاع السوفت وير انجينيرنج از هول بكل ما هو ريليتد لهذا التراك. وزي ما قلنا ده تراك مهم جدا، لانه اكشوالي انتوا في الشغل او في سوق العمل انتوا مطالبين باداء كل هذه الاكتيفيتيز ايا كان نوعيه الشركه اللي انت بتشتغل فيها او انواع الاكتيفيتيز والتاسكس اللي انت هيبقى دورك الاساسي انك تأديها او تنفذها. هنتكلم في شابتر 2 على ايه هو الدور الاساسي او المهام والتاسكات والقدرات المفروض تتوافر في السوفت وير انجينير كمسمى وظيفي ممكن ان شاء الله ان احنا ندرج عليه. فالشابتر ده بيتناول بشيء من التفصيل. هنبدأ بالهيستوريكال رول اللي هو الدور الأساسي لسوفت وير انجينيرنج بالمسمى القديم في الأنظمة المانوال أو التراديشنال اللي كانت قايمة قبل التطور الهائل في التكنولوجي اللي موجود دلوقتي. فهنبدأ نستعرضه مع بعض، نشوف كان بيعمل إيه في السيستمز المانوال أو القديمة. بعد كده هندخل على المودرن رول، الدور الحديث بقى الجديد المفروض التكنولوجي اضافت له حاجات كتيره، تحسين، تطوير، زياده في المهام او في طرق الاداء حتى، ده هنشوفه مع بعض. هندخل بعد كده على الجوب ديسكريبشن للسوفت وير اللي هو التوصيف الوظيفي. يبقى هنا احنا هنتكلم تفصيليا عن ايه هي المسؤوليات، الدور الاساسي بتاعه، المهام والتاسكات المطلوبه منه، الخصائص المفروض تتوفر فيه. هنتكلم شيء كبير جدا من التفصيل، ايه هي الاثوريتي اللي هتكون، الصلاحيات بتاعته ايه، دوره ازاي هيساعد الشركه على مختلف زي ما قلنا المستويات الاداريه اللي موجوده ومختلف الاقسام كمان سواء الفنيه وما غيره داخل الاورجانيزيشن. لان زي ما قلنا المره اللي فاتت ان هو اكشوالي مرتبط بكل جزء وكل ليفل داخل الاورجانيزيشن. وهنتعرف على الجوب ديسكريبشن اللي هو اللي ان شاء الله لما تروح الانترفيو هينطلب منك الحاجات دي انك تنفذها زي ما هنشوف ان شاء الله على مدار الشهر. طيب بعد كده هنتطرق ايه اهم التولز والتكنيكس اللي ممكن يستخدمها السوفت وير انجينير علشان يؤدي هذه المهام المطلوبه منه. وبعد كده هنتكلم على بعض الايشوز او القضايا الاداريه اللي المفروض السوفت وير انجينير يبقى فاميليار بيها، يبقى على درايه كامله بهذه المتطلبات اثناء عمله داخل اي اورجانيزيشن هيدرج عليها ان شاء الله. فنبدا مع بعض نستعرض سيكشن هذا الشابتر. اول حاجه زي ما قلنا ايه هو الدور التاريخي او القديم لمهندس البرمجيات في الشركات. السيستم قبل ما يدخل فيها الكمبيوتر والانفورميشن سيستم والميكنه الكامله دي كان بيتم تنفيذها مانوالي تراديشنال بطريقه عاديه، سجلات ورقيه وكل الشغل بيتم ورقي. فكان مطلوب منه ايه؟ هو طبعا بيشارك وبيساعد وبيكوردينيت في السيستم وكافه الاجراءات كمحلل لهذه الاجراءات، ويبدا يحط الطريقه اللي هيتم تنفيذ بيها هذه البروسيجرز المختلفه. فهنلاقي ان كانت مسؤولياته بتتلخص في تصميم الفورمز والمانجمنت الكامل على الريكوردز اللي موجوده وازاي بيتم هذا التسجيلات للبيانات المختلفه المتداوله والموجوده في السيستم. بيعمل اناليسيس والديزاين والمانجمنت للمانوال سيستم عادي، ويبدا يحط التصور للسيستم الجديد، يعمل تحليلات للريبورت ديستريبيوشن، مين اللي محتاج الريبورتس دي وهتتوزع ازاي، الاليه بتاعتها ايه، هتنتقل ازاي وكل قد ايه فتره زمنيه، مين المسؤول انه يطلعها وينقلها فين. يبدا يعمل سبيسيفيكيشن والميجرمنت الورك عشان يقيم البروجريس، يشوف طريقه الاداء بيتم ازاي، في تقدم، في مشاكل، فكل ده كان هو منوط بيه. بالاضافه الى الديفلوبمنت والمينتيننس للبروسيدير مانوال اللي موجوده، طرق اداء المهام والتاسكات المختلفه في كل جزء في الاورجنايزيشن كان مسؤول عن ان هو يعد المانوال دي وسبيشالي في الحته اللي تخصه.
طيب نقدر نقول انه كان في الانظمه القديمه كان محلل النظم او الاجراءات، كان ما كانش له قسم مستقل بذاته، كان بيدرك على احد الاقسام، وعاده كانت بتبقى الفاينانس ديبارتمنت، بيبقى ملحق على قسم الماليه في هذه الانظمه القديمه. طيب فبنقول بقى ان قسم الماليه ده شباب يعتبر موجه كله نحو المحاسبه الفاينانس والنواحي الماليه. طيب هنلاقي ان ده خلق شيء من عدم التوازن، لانه طبعا انا هنا دلوقتي مطالب مني ان انا هجمع المعلومات اللي انا محتاجها من كل الادارات والاقسام، فكوني مدرج على قسم بمسمى معين فده كان بيعوق الاداء المهام بتاعته، فكان بيبقى فيها مشكله. فعلشان كده ان قلنا لا، دلوقتي بقى بوصول الكمبيوتر تكنولوجي عمل تغييرات وتطويرات واضاف مميزات كتيره قوي على الدور بتاع السوفت وير انجينير. فهنلاقي انه من اهم الادفانتج اللي انضافت على مهام مهندس البرمجيات من خلال دخول الكمبيوتر تكنولوجي، ان اصبح عندك كميات هائله من الداتا موجوده دلوقتي اقدر اجمعها واعمل لها كولكشن وابدا احفظها عندي فيما يسمى كمان بالداتا وير هاوس، مش جاست الداتا بيزز العاديه، لا دي مخازن كبيره زي ما انتوا هتاخدوا في الداتا مايننج ان شاء الله. فاتاحت وفره كبيره قوي من الداتا سواء طرق تجميع او تخزين او حتى الريتريفال بعد كده عشان الاستفاده منها. اصبح ان انا بعمل فاليديشن بطرق ابسط واسهل علشان اتاكد من الداتا اكيورسي. كمان الريسبونس تايم اصبح اسرع بكتير، ان انا اقدر احصل اللي انا عايزه بطرق سيرش بسيطه قوي في وقت قليل. بنقول كمان انه الريدكشن اللي حصل ده في المانوال ايفورتس، طبعا يبقى انا دلوقتي بحسن الاداء، بسرع الاداء، بشيل اي ريداندنسي تكون موجوده، بحل مشاكل السكيورتي، لان كل ده اصبح زي ما انتم عارفين انه له الجوريزمز، له بروسيجرز، له بروسيس معينه اقدر اعملها اوتوميتد بسرعه بدل ما كانت بتاخد وقت ومجهود من قبل في السيستم المانوال. فكل ده عمل تطوير وأضاف أدفانتج كتيرة ظهور الكمبيوتر تكنولوجي في عمل مهندس البرمجيات. هندخل بقى على المودرن، إيه الدور الحديث لمهندس البرمجيات؟ إحنا استعرضنا الدور القديم في السيستم المانو وشفنا إيه الإفادة اللي عادت عليه من ظهور الكمبيوتر تكنولوجي بمختلف أنواعه. هنلاقي إن الدور القديم أخد معاه كل الهيستوريكال in addition، يعني كل اللي كان بيعمله قبل كده وضفنا له عليه حاجات كمان بناء على زي ما قلنا المساعدات والمميزات اللي جت من دخول الكمبيوتر تكنولوجي في الوظائف بتاعته. فنقول انه بقى هو الكونسلتنت للاورجنايزيشن، اصبح هو المستشار الاساسي بتاعها في اي جديد عايزين يعملوه، في اي بروبلمز ممكن تقابلهم، في اي سيتويشن عاوزين يتخذوا فيه قرار، فاصبح هو الكونسلتنت بتاعهم. كمان بقى السبورتنج اكسبرت اللي بيساعدهم في الاناليسيس والديزاين والديفلوبمنت، يعني كل خطوات السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل وفيما بعد علشان المينتيننس والامبروفمنت والانهانسمنت. كمان زي ما قلنا هو يعتبر التشينج ايجنت للاورجنايزيشن، هو اللي مسؤول عن احداث التغيير والتطوير والتحسين، وهو بيبقى التريجر كمان، هو اللي بيبقى الدافع ان انا اغير بناء على هو زي ما قلنا لازم ابديتد لاحدث تكنولوجي موجوده، وسبيشيالي كل ما هو ريليتد لمجال البيزنس اللي هو مدرج عليه في هذه الاورجنايزيشن ايا كان التخصص بتاعها. اورجنايزيشن طبيه يبقى انا بشوف احدث الروبوتس اللي موجوده، احدث السيستم اقدر اجيبها لهم، وكذلك لو منشاه صناعيه او زراعيه او تجاريه وما شابه، يبقى هو هنا الشخص المسؤول عن احداث التغيير والتطوير والتحسين واقتناء احدث التقنيات الموجوده. اصبح كمان بيمثل البروجكت ليدر، هو المسؤول عن القياده والاداره الكامله للمشاريع المختلفه، سواء كان بنحدث حاجه جديده او بنعدل على حاجه اكشوالي كانت موجوده. بالاضافه الى طبعا دوره الاساسي كسوفت وير ديزاينر او ديفلوبر، ده على حسب درجه البروفيشناليتي بتاعته في الديزاين او الديفلوبمنت والتقنيات المرتبطه بهذه المسميات.
طيب بنقول يا شباب انه الحته بتاعت السوفت وير ديزاينر والديفلوبر دي عاده بتبقى في البروجكتس الصغيره او في البلاد الناميه زي عندنا كده، ان هو بيقوم بكل الحاجات دي، او لو مفيش موارد كتيره فهو اللي بيقوم بيها كاناليست وكديزاينر وديفلوبر لو انا التيم بتاعي صغير. بنقول بقى يا شباب في الايه في الحته دي بيعكس طبعا الاتجاه المعاصر دلوقتي، انه في انحياز للقب السوفت وير انجينير بدل مكان التراديشنال سيستم اناليست، بدل مكان محلل النظم التقليدي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. لا، بيعتبر مهندس البرمجيات المسمى ده اكثر دقة لانه بيمتد الى كل الفيزز بتاعت السوفت وير السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل كلها باكملها من الفيرست لللاست فيز. طيب نقول ان مع ذلك برضو بتلاقي في بعض الشركات او المنظمات متمسكه بالمسمى التقليدي للسيستم اناليست، تقول لك لا انا هيبقى عندي سيستم اناليست ويبقى عندي سوفت وير انجينير. طيب في حاله وجودهم هما الاثنين في نفس البروجكت او مدرجين على نفس الاورجنايزيشن، فهنقدر نقول ان السيستم اناليست بيشتغل في الابر فيزز للسيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، يعني ياخد الانفستيجيشن البلاننج الاناليسيز مثلا. بعد كده بيظهر دور السوفت وير انجينير ان هو طبعا بي اوبريت على اللور، ياخد الديزاين اند ديفلوبمنت التستنج الامبلمنتيشن والكونتينوس امبروفمنت. طيب مع العلم طبعا انه اكيد بيحصل بعض التداخل ما بين المسميين او الادوار بتاعتهم في مجال تصميم البروجرامز المختلفه داخل هذه الاورجنايزيشن. طيب هنتكلم دلوقتي بقى على حته الجوب ديسكريبشن للسوفت وير انجينير. بمعنى ايه يا شباب؟ ايه هو التوصيف الوظيفي لهذا المسمى داخل الاورجنايزيشن؟ من المتعارف عليه يا شباب انه اي شركه او اي منظمه بتبقى عندها التوصيف الوظيفي ده لكافة المسميات اللي عندها. يعني مثلا عندنا في الكلية تلاقي معروف مهام عميد الكلية، معروف مهام مدير الكلية، معروف مهام المعيد معاك في السكشن أو المدرس المساعد أو المدرس وهكذا. فكل مسمى وظيفي معروف إيه التفاصيل بتاعته، إيه المسؤوليات المطلوبة منه، إيه الدور الأساسي اللي هو هيقوم بيه. فده اكشوالي لما بتيجوا ان شاء الله حضراتكم كمان كام شهر كده ما تروحوا تعملوا الانترفيو علشان تشتغلوا او تستلموا وظيفه، وسبيشالي احنا بنتكلم على السوفت وير انجينير، فهتلاقي ان اول جزء من الدوكيمنت او الفايل اللي انت هتاخده هو الجوب ديسكريبشن، التوصيف الوظيفي بتاع الوظيفه دي او هذا المسمى داخل الاورجانيزيشن. فقلنا لكل منظمة أو شركة هيبقى ليها المعايير الخاصة بيها إزاي تكتب هذه الدوكيمنت، التوصيف ده بيتكتب إزاي، تمام؟ فكل شركة هتلاقي الستاندر بتاعها اللي ماشي عليه، لكن بشكل عام هنلاقي يا شباب إنه اللي قدامنا ده المكونات الأساسية اللي ممكن تدرج عليه. هتلاقي في ممكن تلاقي فيه زيادات بشكل معين أو طريقة الكتابة داخليا بتختلف، لكن اكشوالي هنلاقي ان كل الايتمز دي لازم تكون مدرجه على الدوكيمنت او الفايل بتاع الجوب ديسكريبشن. هنبدا نستعرضها مع بعض دلوقتي ان ديتيلز. فبيبقى عندي اول حاجه فوق في الدوكيمنت الهيدنج ده العنوان الرئيسي بتاع الدوكيمنت، وده عندكم في الكتاب مديكوا شكل الدوكيمنت دي شكلها ايه، مديكوا اكزامبل عليها بدء باسم الشركة وتحتها اسم الديبارتمنت اللي حضرتك هتدرج عليه، تمام؟ قد يكون الاي تي، قد يكون الكمبيوتر ساينس، وهكذا المينتيننس ديبارتمنت على حسب مسميات الشركة دي قايمة عليه. يبقى أول حاجة في الهيدنج فوق هتلاقي اسم الشركة واسم القسم اللي هتدرج عليه بهذا المسمى الوظيفي كسوفت وير انجينير. بعد كده بيديك السمري اللي هو الجوب تايتل للسوفت وير انجينير، بيديك السمري ملخص كده عن محتوى او اهم الوصف بتاع المسمى الوظيفي ده عباره عن ايه. بيديك مثلا ده انكريمنت ووركس ومع السوفت وير انجينير تيم هتشتغل مدالي عشان تديفلوب ايه، فبيديك ده وصف بسيط عن الوظيفه.
هيبدأ بعد كده يستعرض in details بكل التفاصيل ال core functions بتاعتك، ايه المهام المفروض اللي انت هتقوم بيها. وفي الاكزامبل اللي مدهولنا في الكتاب حاطط لك 14 item مدرجة تحت هذا المسمى. فبدأ ان انت هتعمل الانفستيجيشن والبلاننج وتعرف زي ما قلنا بقى في كل المهام اللي احنا اتكلمنا عليها السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل يا شباب، هيبقى منوط بيها السوفت وير انجينير يعرف السيستم بروبلم، وهنا بروبلم عباره عن ايه، يا اما اوبورتيونيتي فرصه للتحسين والتطوير، يا اما مشكله فعليه سواء حاليه قائمه او متوقع ان هي تحصل، او انه ده دايركتيف انا لازم التزم باحداث التغييرات والتطويرات بناء على ما انا مجبر عليه. زي ما قلت لكم قبل، زي ما احنا كده بناخد اونلاين فاحنا مجبرين بسبب الظروف الاستثنائيه اللي بنمر بيها، فنو واي لازم نلتزم بهذا التحديث او التغيير اللي حاصل في الاستراتيجي التعليمي. طيب المفروض كمان انه هي بعد ما بيعمل سيستم ريكويست لو فاكرين، والسيستم بروبوزال ويتوافق عليه، انا بعمل فيزابيليتي اناليسيس واطلع السيستم سبيسيفيكيشن. بعد كده ببدا احط المهام الاساسيه والاكتيفيتيز اللي هتنفذ خلال السيستم والديفلوبمنت للسوفت وير سيستم داخل هذه الاورجانيزيشن. كمان بيشارك في اختيارات الايتمز من الهاردوير والسوفت وير والنتورك انفراستراكشر والاجهزه اللي هنشتريها، بيساعد طبعا بشكل كبير في الحته دي. بالاضافه انه بيشارك في تعريف ايه هي الستاندرز بتاعت السوفت وير، ايه المعايير او الكريتيريا اللي احنا هنشتغل عليها كسوفت وير انجينيرنج بروجكت. كمان بيمثل البروجكت ليدر علشان يعمل كوردينيت ويساعد التيم وورك اللي معاه كمشرف او قائد لهم في توزيع المهام واساين الريسورسز. بيكونداكت كمان السيستم انهانسنج، لان احنا قلنا دوره يا شباب فاكرين تشينج ايجنت، فعشان كده هو بيساعد في احداث التطوير والتحسين والتغيير للافضل في السيستم. لازم يا شباب يبقى دايما ابديتد لاحدث تكنولوجيكال ديفلوبمنتس موجوده، يشوف ايه الترندس الجديده وسبيشيالي لما هو ريليتد بمجال التخصص المهني بتاع الاورجانيزيشن اللي هو بيشتغل فيه. طيب بيلعب دور اساسي كمان في الديفلوبمنت والمينتيننس علشان يطلع دوكيومنتيشن كامله سواء لليوزر يقدر يستخدمها كيوزر مانوال كيوزر جايد او سيستم مانوال، او للفريق بعد كده لو حابب يعمل مينتيننس او ابجريد او امبروفمنت. بيلعب دور اساسي في تدريب وتعليم الستاف اللي هيستخدم السيستم الجديد بعد ما ننشئه، لان زي ما قلنا هم المسؤولين هنا عن نجاح او فشل السيستم بتاعك، لان هو اللي هيستخدمه فلازم يطلع نتائج صحيحه. ملوش قيمه ابدا ان احنا نعمل سيستم 100% بيرفكت والناس مش فاهماه، الناس مش عارفه تشتغل عليه، ما بتطلعش نتائج صحيحه. فده دور مهم قوي يا شباب، انه لازم تعلم الناس ازاي تستخدمه وتمدهم كمان بالماتيريال اللي تساعدهم. يبقى معاه زي ما قلنا دايما الجايد بتاعه زي الفايلز بتاعت الهيلب اللي تشوفها في البرامج الكوميرشن، فده مهم قوي ان انا اطلع. كمان بيتاكد من تحقق كافه وسائل السيفتي الانفورميشن تكنولوجي ريسورسز الموجوده، بتحط الاجهزه في اماكن ايه، في التوافر معايير السلامة والأمن الموجود والصحة المهنية كمان للناس، فده مهم قوي إنه يتحقق. طيب بيدخل بعد كده هتلاقي في الفايل اللي احنا بنتكلم عليه نديك الـ Desirable Qualities، يعني ايه هي السكيلز الأساسية اللي المفروض تتوافر في السوفت وير انجينير، المفروض هو يكون عنده قدرة أو مهارة كبيرة عالية في إنه هو ينفذ ايه. بالنسبه لشباب الناس اللي بتسال احنا بادئين، ما تقلقوش المحاضره متسجله، هتقدروا تنزلوا الفيديو بعد كده، احنا بدانا 8:30 فما تقلقيش كل حاجه متسجله وتقدروا تحصلوا عليها. بنتكلم على ايه هي المهارات الاساسيه والقدرات المفروض تتوافر في السوفت وير انجينير على كافه الدايمنشنز يا شباب، على الناحيه النفسيه اجتماعية وطبيعة الشخصية، بالإضافة لحاجات التكنيكال تمام وقدرات المانجمنت. فالمفروض انه يبقى عندك قدرات لي على التواصل الفعال والناجح، لان انت شخص ضمن تيم فهتتعامل معاه.
سواء كان اللي بيشتغلوا معاك او المانجمنت اللي انت بتتعامل معاها ايا كان، فانت محتاج لمهارات تواصل فعالة لازم تنميها وتتدرب نفسك عليها. مهم قوي يا شباب ان احنا الحاجات دي ايا كان المسمى الوظيفي اللي هتدرج عليه كخريج الكلية لازم الحاجات دي تتوفر فيه. فرجاء من دلوقتي ابدأ قيم نفسك بناء على اللي موجود قدامنا ده، هل هو موجود فيك فعلا؟ ولو مش موجود بسيطة، يبقى انا عرفت، يبقى انا ابدأ ادرب نفسي واتعلم واشوف انمي الحاجات دي ازاي، لان هتفرق معاك كتير قوي في مجال العمل. واثناء المقابلة التوظيفية في الانترفيو بيتم استشفاف هذه الكواليتيز موجودة عندك ولا لا، من طريقة كلامك، من عرضك لممارساتك السابقة وما شابه. فمهم أوي إن احنا نشتغل على نفسنا ونحاول نوجد الحاجات دي فعلا تبقى متوفرة في شخصيتنا علشان نقدر إن شاء الله نجتاز الانترفيو ونحصل على الوظيفة. فبنقول إنه لازم يبقى عنده شخصية طيبة ودودة، محافظ دايما على الابتسامة وإقامة العلاقات الطيبة مع الناس الموجودة. عمر أبدا العبوس أو الوش المقشر ما هينجز أي مهام أبدا. طيب تولرنت وبزنس لايك، لازم يبقى عندك قدرة على التحمل والعمل تحت الضغط والظروف الاستثنائية. مفيش حاجة اسمها ان انا اخري هنا الساعة 3، لا، يعني اي حاجة استثنائية فلا، لازم كله يتحمل والتسامح وفهم طبيعة البيزنس اللي احنا موجودين عليه. لازم كمان يبقى جود سيلز بيرسون، يعني ايه؟ عندك قدرة على التسويق، عندك قدرة على الاقناع وعرض الافكار. لما تعمل ابليكيشن، لما تعمل برودكت وعايز تسوقه وتعرف الناس بيه، فالى اي مدى انت هتقنعهم بمدى الاستفادة عند اقتناء هذا السيستم أو التحول إليه. لازم يبقى عندك خبرة جيدة وعالية جدا في كل البرمجيات ومنصات الحاسب المتاحة دلوقتي، إيه البرامج، إيه التقنيات المختلفة، إنك تكون عارف كل التراكات بتاعة الكارير بتاعك عشان تقدر تعرف توظف كل واحد في الحتة المناسبة له في الأورجانيزيشن. بالإضافة إلى كمان حتة المهمة، عندك خبرة واسعة وكبيرة في البيزنس ادمنستريشن، إدارة الأعمال. أنت هتبقى مسؤول على بروجكت، هتعمل له مانجمنت، هتأساين الريسورسز، هتقسم التاسكات على الناس. فده مهم جدا يا شباب إن أنا أنميه عندي، سواء بالقراءة أو بالاطلاع أو بأخذ الدورات. فده مهم أوي إن أنا أبنيه عندي. إيماجينيتيف perspective، لازم عندك قدرة على إيجاد الأفكار الإبداعية والابتكار، عندك بصيرة تقدر تتعامل مع large volume of information، تبقى عارف أهمية الانفورميشن دي أخزنها عندي إزاي، زي ما شفت كده أعمل expert system، أعمل knowledge information system، أعمل decision support system، أساعد الناس في الاستفادة الكاملة والقصوى من الانفورميشن المتاحة عندي. لازم تبقى قادر ان انت تحل وتفهم وتتعامل مع الكومبلكس بروبلمز. مهم قوي يا شباب انه انا ما اجيش اقف قدام المشكله، لا، لازم تفهم كل ابعادها وتحلها ازاي وتتعامل معاها ازاي. ندخل بعد كده على الاثوريتي، اللي هو ايه هي الصلاحيات بتاعتك او انت ليك الحق في ايه ان انت ممكن هتشتغل عليه ويبقى مسؤول منه. هتشارك طبعا في إعداد الميزانية ومراجعات المصروفات وكل ما هو ريليتد لحدة البادجت، لأن دي هتبقى تحت إيدك في البروجكت، فالمفروض هتشارك فيها وتساعد على الإعداد الجيد لها والتصرف كمان المحسوب لكل آيتم خلال مهام البروجكت. هتديزاين وديفلوب الريسورس ماتيريال، زي ما قلنا انا احتياجاتي كلها، انت محتاج اجهزه ايه، نوعها ايه، والاعداد بتاعتها، طب هنجيب من انه فيندر، طب التكلفه بتاعتها، وهكذا. بتعمل مناقصات، بتعمل عروض، تجمع عروض الاسعار وتاخد افضل حاجه، فانت المسؤول عن الديزاين والديفلوبمنت بتاع الماتيريالز المختلفه في الريسورس. طبعا لازم تاخد الاكشنز الضروريه علشان تتاكد من السكيورتي والاستفاده القصوى الامثل من الموارد المتاحه عندك.
تمام. زي ما نشوف مثلا، انا مش هجيب لكل مكتب جهاز طباعه، لا انا ممكن اجيب طبعه واحده واعمل شيرنج لها من خلال النتورك وهكذا. فتبدا تشوف ايه طرق استغلال الامثل للموارد المتاحه عندك. بتعمل ريكومنديشن للريسورس سيلكشن، زي ما قلنا اختار انه نوع من الحاسبات هجيبها، انه نوع من البرينترز والاجهزه التخصصيه المختلفه عشان تبني النتورك محتاج ايه. فانت هنا المسؤول عن اختيار الريسورس، ده من مهام شغلك الاساسيه. هتبدا كمان تحط ايه السيستم اللي هتبني من خلاله ميجرمنت، سواء كان ستودنتس او متدربين عندك بيشتغلوا في السوفت وير انجينير سنتر. بعد كده بقى بديك بالنسبه للجوب سبيسيفيكيشن، ايه الريكوايرد كواليفيكيشن، الشهادات الرسميه المعتمده اللي هي شهاده التخرج بتاعتكم، ايه المؤهلات اللي تساعدك انك تاخد هذا المسمى الوظيفي داخل الشركه، سواء كنت خريج كليتنا او الحاجات المشابهه، او انت عامل حتى بوست جرادويت وحاصل على دبلومه مهنيه، حاصل على ماجستير وهكذا، ده يقدر يؤهل. بالنسبه للريكوايرد اكسبيرينس، المفروض يكون في 5 سنين خبره في السيستم ديفلوبمنت. طب الخريج يا شباب هيجيب ال5 سنين من الخريج الحديث اللي لسه دلوقتي، علشان كده قلنا اهتم قوي بان انت طول ما انت في الكليه تشارك في انشطه او مشاريع تساعدك في انك توفي الحته دي وتبنيها عندك في السي في او البورتفوليو بتاعك. يفضل انك يكون اشتغلت في الامبلمنتيشن والمانجمنت. طب الاثنين ما توفرلوش، فهتلاقي انه بعض المؤسسات تقول لك طيب خلاص خلينا نتعامل مع بعض في خلال سنه كتريننج، وتبقى تحت المتابعه والاشراف ونقيم ادائك علشان نقرر اذا كنت هتكمل معانا ولا لا. فعشان كده بنقول انه دايما مهاراتك الحقيقيه الفعليه اللي انت بتمتلكها هي اللي هتبقى مسؤوله على ان هي تثبتك في الجوب وتستمر فيه. required expertise، ايه الخبره المطلوبه؟ طبعا زي ما قلنا عندك مهارات عاليه فعاله ناجحه للتواصل، عندك درايه كامله بكل ما هو حديث وافيلابل الان في البرمجيات، في منصات الحاسب، في انظمه المعلومات كمنهجيات وابروتشز مختلفه. مهم قوي ان يبقى عندك قدرات في الهيومن ريسورس مانجمنت يا شباب، انت هتشتغل ضمن فريق عمل، قدرتك على اداره هذا الفريق والتاقلم والتكيف وفض المنازعات والخلافات بين الهيومن في التيم بتاعك، فده مهم قوي. طب السكيلز بتاعتك في الديفلوبمنت او اداره السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل وتنفيذ المهام المختلفه بتاعتك. بعد كده عندك special requirements، دي بتبقى مثلا على حسب طبعا زي ما قلنا عدد ساعات العمل، ما يجيش لا انا ملتزم 6 ساعات 8 ساعات مش هشتغل ساعة بعدهم، لا طبعا ده ابدا غير مسموح بيه. المفروض ان احنا في organization واحدة ولينا objective اساسي، فيبقى عندك القدرة على ان تحمل ظروف العمل او عمل ساعات زيادة، فكل ده بيبقى له انديكيشن في شخصيه السوفت وير انجينير، فمهم قوي ده. طيب بعد كده ان هنطلب مثلا انك تعمل ورك اوت سايد او النورمال وركينج اور، فيبقى انت عندك استعداد للتجاوب مع الظروف المتغيره بتاعه الاورجنايزيشن اللي انت بتشتغل عليه. في شيء كبير من الفلكسبيليتي لازم يتوفر في شخصيتك علشان تقدر تستمر في هذا العمل. كده احنا تناولنا بالتفصيل المسمى الوظيفي بتاع السوفت وير انجينير، ايه اللي مطلوب منك، ايه لازم يتوافر عندك، شغلك هيتم ازاي وهكذا. هنبدا ندخل على التولز اللي ممكن تستخدم من قبل السوفت وير انجينير علشان يقوم بالمهام بتاعته. ايه هي الادوات او التقنيات اللي ممكن تستخدمها علشان تقوم بشغل داخل الاورجانيزيشن على هذا المسمى الوظيفي؟ فبنقول عندي هنا اول حاجه الكودينج سيستم، كديزاينر كبروجرامر كديفلوبر هتتعامل مع الكودينج او البروجرامينج بشكل او باخر، فهنستعرض مع بعض ايه هي اهم الانواع بتاع الكودينج. الفورمز ديزاين، ايا كان السيستم اللي بتشتغل عليه او طبيعه الاورجنايزيشن
فلازم في انشاء لمجموعه من الفورمز المختلفه، سواء كانبوت للسيستم او اوتبوت، او لتداول الداتا ما بين التاسكس المختلفه. فهنشوف مع بعض الداتا اناليسيس تشارتس، ايه هي التشارتس المختلفه اللي ممكن نتعامل معاها في حته الداتا اناليسيس. كمان الديسيشن تيبلز والديسيشن تريز، الفلو تشارتس المختلفه والدايجرامز اللي ممكن نستخدمها، بالاضافه الى التكنيكال دوكيومنتس، كافه المستندات او الوثائق الفنيه اللي هتطلع من شغلنا واللي هنعتمد عليها ونضيفها عندنا في الدوكيومنتيشن، بالاضافه الى الموديلنج تكنيكس زي ما اتعرفنا عليها من قبل كده، اليوز كيس، اليو ام ال، الداتا فلو دايجرام، الانتيتي ريليشن شيب، وما شابه من الموديلنج تكنيكس المختلفه. هنستعرض مع بعض كل واحده فيهم. فنبدا دلوقتي بالكودنج سيستم. نظام الكودنج هو عباره عن ايه؟ فهنبدأ مع بعض زي ما احنا متعودين، نبدأ بالتعريف علشان يبقى الكونسبت واضح وكامل في أذهاننا. بنقول يا شباب إن الكود عبارة عن مجموعة من الأحرف والأرقام والرموز مجمعة مع بعضها علشان تعرف ايتم من الداتا، بالإضافة إلى إن هي بتوضح كمان إيه طبيعة العلاقات اللي بتربط الأيتم من الداتا دي مع الداتا المشابهة أو اللي موجودة معايا في نفس السيستم. طيب دي أو تعريف آخر، دي compact way علشان تعرف specific items أو entity. يبقى نقدر نقول إن الكودينج سيستمز عبارة عن إيه؟ عبارة عن الطريقة اللي احنا بنستخدمها في تعريف الايتمز من الداتا، اللي طبعا احنا عارفين الداتا دي بتنم عن بروسيس وتاسك بتبقى موجوده عندي في السيستم او في الاورجنايزيشن، بتناولها زي ما كده اخدنا في الداتا فلو. فانا بعرف الداتا دي وعلاقتها ايه بالايتمز الاخرى اللي موجوده عندي. يبقى انا في الكودنج سيستم از هول بستخدمه علشان خلال الفورمز ديزاين والداتا بيز ديزاين. ايه البنفيتس اللي هتعود عليا من الاعداد الجيد والفعال للبروبر كودنج سيستم؟ طبعا ده هيقلل في الستورج انفورميشن، طريقتك في كتابه الكود، انت بتدبليكيت بتعرف الفاريبل اكتر من مره ولا بتعرفه مره واحده وبعد كده تستدعيه في البلوكس او الجروبز الاخرى. فمهم قوي ان انا لما اجي اعمل كود احاول بقدر الامكان اوفر في الستورج بتاع الانفورميشن. كمان لازم تحرص على التعريف الجيد والبسيط للايتمز من الفاريابلز دي عشان اقدر اجمعها او استدعيها بعد كده، لان زي ما احنا عارفين احنا بنبقى فريق فكل واحد بيعمل جزء، فلازم نتفق على ستاندرد محدد كلنا نشتغل بناء عليه. كمان لازم تحرص على تحقق الايزي كلاسيفيكيشن، تعمل تصنيف او تقسيم بسيط للديتا المتاحه عندك نقدر كلنا نفهمه ونتعامل معاه. طيب وانت بتعمل كودينج، طبعا كل الحاجات دي يا شباب ناخد بالنا علشان انا هطبقها فعليا على مشروع التخرج بتاعي كمرحله تمهيديه، ان انا بمهد نفسي لما اخرج اشتغل. فتبدا دلوقتي الحاجات دي هتتوفر معاك وانت بتشتغل في مشروع التخرج ولا لا؟ فوانتوا قاعدين كده يبقى كل واحد عارف هطبق دي ازاي في فكرتي في شغلي وانا بقسم المهام على زمان. ايه الفيتشرز او السمات الاساسيه بقى المفروض تتوافر في الكودينج سيستم وانت بتكتب الكود بتاع البروجكت او البرنامج بتاعك او الابلكيشن اللي انت هتعمله؟ اول حاجه اليونيكنس، الكود بتاعك لازم يبقى له حته يونيك، ان انت عامله بشكل محدد على الابلكيشن بتاعك او البرنامج بتاعك، لازم يبقى ده معمول. بمعنى انت ما تجيبش كود كان معمول من قبل كده وايه ويبقى هو ده الشغل، لا لازم انت عملته بفكره خاصه بيك انت فتتوفر في اليونيكنس. البيربز لازم يبقى واضح قوي يا شباب ايه الغرض الاساسي من الكود بتاعك ويبقى له حاجه يسفل، حاجه مفيده يمكن الاستفاده منها. كومباكتنس، ما تنيش اعمل كود لاينز كود لاينز وافاجئ انه ده اصبح بالكي كود، انه حجمه كبير جدا محتاج مساحه تخزينيه كبيره، لا تحاول بقدر الامكان تستخدم السنتكس الصح في لغه البرمجه او الابلكيشن انت بتشتغل عليه، ان انت تقلل بقدر الامكان في الكود لاينز بتاعتك انه يبقى حجمه صغير.
ده طبعا بيرجع للطريقه بتاعتك، انت بتستخدم ايه، بتعمل كل حاجه ليها لاين خاص بيها، او بستخدم الفور، بستخدم الهوايل، وهكذا من استدعاء المكتبات الجاهزه. فكل ده على حسب انت بتشتغل على انه طريقه من الكود. مينينج فول لازم يبقى له معنى واضح، اقدر اربطه بشيب، بسايز، بلوكيشن، او الفيتشرز الاخرى بتاعت الايتيمز اللي انا بعمل لها برزنتيشن. سيلف تشيك، لازم توجد آلية للتحقق من صحة هذا الكود. كل فترة او كل ما انت بتعمل جزء علشان اتأكد من ان انا ماشي صح، وهذه الايتيمز من الكود صحيح. اكسبندبل، لازم القدرة على الاكستنشن. انا ما ببنيش حاجة تقضي الغرض دلوقتي، لكن وقت ما اجي ازود حاجه او اضيف فاسيلتي او عاوز اعلي كابابيلتي، يبقى معناها ان انا لا اسيب ده خالص وابدا فروم سكراتش. لا، لازم تحط في اعتبارك ان الكود بتاعك يمكن الزياده فيه او الاضافه عليه او التغيير فيه. طيب ايه هي بقى الانواع؟ اتكلمنا بشكل جنرالي اهو كتعريف، وايه هي الحاجات اللي تتوفر فيه كانواع للكودينج سيستم، انظمه التكويد اللي نمشي فيها. ففي عندي 6 أنواع أساسية، هنستعرضهم مع بعض in details بالتفصيل بتاعهم، كل واحد تعريفه والمميزات أو العيوب بتاعه. بعد عندي بي السيمبل كود، السيمبل سيكونس في الكودينج سيستم، ده عبارة عن أن أنا الكود لاينز بتاعتي أو طريقتي في التكويد إن أنا بأصاين بشكل تتابعي متسلسل أرقام 1 2 3 لحد ما تقف وتخلص. بنقول الادفانتج بتاعت الطريقه دي انه طبعا عندي unlimited number من الايتمز ممكن تحط، يعني انت قدامك المجال مفتوح زي ما انت عايز بتحط. لكن طبعا هتبقى الديس ادفانتج يا شباب ان انا 1 2 3 10 100 ما بتدينيش indication عن الكود ده عباره عن ايه، فانا ما اقدرش استنتج منها information عن طبيعه الحته دي من الكود بتعمل ايه. علشان كده ده العيب بتاعي. طيب النوع الثاني البلوك سيكونس، لو انا هقسم تتابع الكود بتاعي في شكل بلوكس، مجموعه من البلوكس، بحيث انه كل consecutive number، كل مجموعه ارقام متتاليه دي هجمعها في جروب واعتبر انه ده بلوك خاص بمجموعه السيميلار. اجمع مجموعه الايتمز المتشابهه او اللي بتادي فانكشن معين او اللي مرتبطه مع بعضها دي في بلوك خاص بيه. طب الادفانتج بتاعته ان انا هنا اقدر ابقى عارف البلوك ده مهمته ايه، البلوك ده بيعمل ايه، وممكن استدعيه في ابلكيشنز او برامج اخرى مثلا. لكن هنقول ان الديس ادفانتج بتاعته انه من الصعب ان انت هتحافظ على التتابع او التسلسل في الأرقام ما بين كل بلوك موجود عندك وانت بتقسمه. النوع التالت الجروب كلاسيفيكيشن، ان انا بقسم او بصنف نظام الكودينج بتاعي لمجموعة جروبز زي مثلا الـ USZ كود. طيب بنقول انه الادفانتج بتاعته ان الداتا اقدر اعمل لها تقسيمه، فكان دي سب ديفايد اقدر اقسم. الديس ادفانتج الجروبز بتاعتك ممكن تبقى كبيره، فبرضه دي بتبقى مشكله بالنسبه لك. طيب السيجنيفيكانت ديجيت، بنقول هنا في النوع ده يا شباب انه بحط الديجيت بعمل لها اساينمنت ان هي بتعرف فيزيكال كاركترستكس اوف ايتم. هنا النوع ده يا شباب بيساعد او ماشي في الفيزيكال ايدنتيفيكيشن للايتم، لكن لبعض السيناريوهات البسيطه قوي او الابلكيشنز او السيستم البسيطه اقدر استخدم النوع ده. لكن بنقول النوع ده ابدا غير مناسب ان انا استخدمه لوحده كطريقه للكودينج لوحده، لا طبعا ده مش هينفع. فعلشان كده السيجنفكت ديجيت ده عاده انا لازم اجمعه مع نوع اخر من انواع الكودينج سيستم اللي احنا اتكلمنا عليه، يبقى ده بينفع في كيس صغير بسيط قوي ممكن اعمل. لكن يستخدم ككودينج سيستم لوحده في بناء بروجرام او ابلكيشن ده ما بيحصلش، فعشان كده لازم امرج ما بينه وما بين نوع اخر. النوع الخامس الالفابيتك كود،
طبعا هنا ده بيشتمل على ان انا بحط letters عشان تعرف الـ items من الداتا، زي ما تاخد كده مثلا انه الـ H2O كـ represent للووتر، بتاخد الـ NY رمز لنيويورك، بتاخد الـ C رمز لكايرو. فهنا انت بتاخد الفابيتك حسب الرول اللي انت عاملها، يبقى انت بتعرف الرول الاول ان انا ازاي هختار الليترز او الاحرف او السيمبلز دي عشان اعبر. الادفانتج الاساسيه بتاعتي ان هو طبعا ده فاسيليت ويك ريفرنس، يبقى انا مرجع سريع اقدر اعرف اعرف ان الاتش 2 او ده عن الووتر، ان السي دي لكايرو، لان انا عارف الرول اللي انا بعمل بيها. لكن الديس ادفانتج ان هو ما اقدرش اعمل كنترول عليه، بحيث انه هنا ممكن الكود بتاعي يبقى كبير قوي وكونفيوجن، يبقى فيه غموض او انا ما اقدرش افهم منه، يحصل ارتباك في الفهم بتاعك، ما انتش عارف دي بيدل على ايه او ده انتكيشن ليه. النوع الاخير معانا اللي هو سيلف تشيكينج كود، بيحصل هنا ايه يا شباب؟ ان انا باخد ديجيت او نمبر ماثيماتيكالي كالكوليتد، بحسبه بطريقه رياضيه حسابيه علشان اتاكد من صحه الكود او ان انا ارتبه او اعمل له كاتيجورايزيشن او كلاسيفيكيشن بناء عليه. فبنقول هنا انه الداتا فاليديشن مطلوبه، ده يبقى انا بستخدم ده امتى؟ بستخدمه في السيتويشنز اللي انا محتاج فيها داتا فاليديشن عاليه، زي مثلا لما بعمل ترانسميشن، بعمل نقل او تبادل او مشاركه للديتا بتاعتي خلال التليكوميونيكيشن شانلز زي ما في النتوركينج كده. طب يبقى الابروتش ده ممكن يبقى ريدانتنت، استخدمه كذا مره في المواقف بتاعت الالكترونيك ترانسميشن مش عارفه. طيب يبقى احنا كده تعرفنا على الكولينج سيستمز الانواع بتاعتها. اكشوال يا شباب زي ما قلنا ان انا ممكن استخدم اكتر من نوع في نفس السيستم اللي انا ببنيه، لكن بيبقى كل واحد زي ما قلنا بنستعرض ايه السيتويشنز الاساسيه اللي المفروض ان انا استخدمه، فدي ترجع ليك انت مدى تمرسك في الحاجات دي، انت عارفهم اشتغلت بايديك بيهم قبل كده، والسكيلز بتاعت فريق العمل بتاعك. هندخل بعد كده على الفورمز ديزاين. بنقول الفورمز هنا يا شباب انه مجموعه النماذج اللي هيتم استخدامها داخل السيستم. فطبعا معروف ايا كان السيستم، من حتى وهو مانوال، يعني انت حتى ما بتيجي عشان تلتحق في الكليه فبتبدا تحط البيانات بتاعتك بتمليها في فورمه. دلوقتي وانت جاي تاخد شهادة التخرج ان شاء الله على خير، برضو بيبقى في مجموعة من البيانات مدرجة على فورم. يبقى بنقول ايا كان طبيعة السيستم هتلاقي ان انت محتاج لبناء مجموعة كبيرة من الفورمز اللي هيتم استخدامها وتداولها على كافة عمليات السيستم الموجودة. فبيتم إجراء نسبة كبيرة من إدخال البيانات على نظام المعلومات اللي أنت هتنشئه باستخدام أنواع متنوعة من الفورمز، زي ما هو actually بيحصل في كل السيستمز الموجودة. طيب يبقى أنا بستفيد من إيه في إن أنا أعمل ديزاين بيرفكت وكامل وفعال لمجموعة النماذج؟ إنه أول حاجة دي هيسهل عليك أول كنترول، هتبقى أنت عارف كل نموذج مطلوب في استكمال ايه انواع الداتا اللي مطلوبه، يبقى هيسهل عليك كمان تجميع الداتا، بتبقى انت عارف ان كل فورم موجوده عندك المفروض ان هي بتصب في داتابيس عندك في قاعده بيانات معينه. طيب كمان هتمنع من redundant operations. ماشي يا شباب، يعني ايه؟ دلوقتي الموظف محتاجين البيانات بتاعته في شؤون العاملين، المفروض الماليه بتاخد البيانات دي عشان اعرف سنه التعيين والتاريخ والحسابات بتاعته عشان احسب له المرتب. فانت هنا وجود فورمه هتسهل عليك وتمنع اي redundant او اي duplication لعمليات اخرى. هتسهل عليك كمان عمليه ملء هذه الاستمارات واسترجاع البيانات اللي موجوده فيها. كمان هتسهل من الانتل فلو، تدفق الداتا ما بين الاقسام المختلفه زي ما قلت لك.
طيب كمان هتقلل من الاوبريشن كوست اللي بتتكلفها الاورجانيزيشن، ان انا اكشوالي جمعت الداتا كلها مره واحده في فورمه ومتخزنه عندي، واللي هيحتاجها هيلاقيها موجوده عنده يقدر يستخدمها او يسترجعها بسهوله بعد كده. بنقول بقى علشان اصمم بيرفكت فورم استماره بتكون بشكل جيد، عاده بتحتوي على 3 اجزاء زي ما هو مديك في الكتاب كده، مديك اكزامبل عليه. اول حاجه الهيدنج، لازم تدي عنوان يوضح الانفورميشن دي مطلوبه لايه او مين اللي هيملاها، وبيانات الاورجانيزيشن اللي خارجه منها الاستماره دي. البادي بتاعها بيحتوي طبعا على كل التفاصيل اللي احنا عاوزين نجمعها، كل البيانات بقى اللي احنا عايزينها لازم ده بيبقى في البادي. الفوتنج اللي هو لو في فوت نوتس مثلا، انت عاوز تدي انستراكشن جايدز لطبيعه الداتا اللي مطلوبه هنا ايه، لو انت في حاجه مبهمه يقدر يوضحها. طبعا احنا بنتنوع في شكل الاستماره، ممكن اخليه يكتب تكست هو بايده او يختار من قائمه منسدله عندنا او يعمل تشيك بوكس معين، فده على حسب. طب ده لا احنا محتاجينه عشان هنتكلم دلوقتي على ايه هي الجايد لاينز اللي هتساعدك في الاستماره. لكن الاول نديك مجموعه من الكاتيجوريز، ايه التصنيفات بتاع الفوربس، ايه شكل الاستمارات اللي انت ممكن تبنيها في السيستم بتاعك. طبعا انت على حسب طبيعه كل اورجانيزيشن بتشتغل ازاي، بتجمع الداتا بتاعتها، الاستمارات بتاعتها ايه، لكن دي بتبقى حاجات جنرال ممكن نحتاج. زي عندي اول حاجه الكات شيت فورمز، دي حاجات بتبقى موجوده زي مثلا في الباد. الشيتس دي ممكن بتبقى قابله للفصل، انا ممكن اشيلها ومسحها زي الشيتات اللي بتبقى في الكتب مثلا كده اللي انتوا بتاخدوها، وما شابه. زي النوع التاني ده بيبقى سبيشاليتي فورمز، زي الايصالات اللي بتطلع، الشيكس اللي بتبقى موجوده اللي انتوا بتعملوها، الميلر او حاجه كونتينوس، زي مثلا التقرير اللي بيطلع من الطبعه لما بتيجي تعمل تشيك فحص عليه فهي بتطلع، فمعروف محتوى الاستماره دي ايه. زي مثلا ما انت تعمل التقرير السنوي اللي بيطلع، ما دي استماره نصف سنوي، تقرير شهري للبروجرس بتاع البروجكت، فكل دي بتبقى حاجات ستاندر وتبقى تيمبرا لانه هي مرتبطه بفتره زمنيه. طيب النوع الثالث الالكترونيك فورمز، دي يا شباب بتعتبر كتول لتجميع البيانات، سواء من دي حاجات ممكن ما تطبعش، بتبقى بس سوفت كوبي موجوده، ان كل فتره كانبوت للداتا انا ابدا ادخل عليها البيانات، او زي ما قلت لكم لو عايزين نوزع معلومات على اقسام مختلفه او على اشخاص حتى، فبتبقى اداه فعاله لنشر وتوزيع المعلومات كاوتبوت للسيستم بتاعك. تمام، زي انك تبعتها مثلا في على الايميلات بتاعه الموظفين بتوعك، او انت عملت برودكت جديد وعندك قاعده بيانات للكاستمرز، فبتبدأ تعمل لهم نوع من الإعلان أو نشر للبرودكت الجديد بتاعهم، وده بيبقى دايما سوفت كوبي. طيب اتفقنا على الأهمية وعلى الأنواع. علشان أعمل بيرفكت فورمز ديزاين، عشان أصمم حاجة بيرفكت، حاجة ليها ويت تقدر تساعدني فيها، فعندي مجموعة من البرينسبلز، المبادئ اللي أقدر أسترشد بيها في الإعداد البيرفكت للفورمز بتاعتي. زي إيه مثلا؟ الكابشن اللي حضرتك هتحطه لازم يكون واضح، مفهوش أي غموض، الناس تفهم فعلا إيه نوعية الداتا اللي مطلوبة. لو في اي تعليمات لازم تكون مكتوبه بلغه سهله وواضحه اقدر افهمها. الكوبيز لو في اكتر من نسخه لازم تبقى نسخه مترقمه، فده مهم قوي يا شباب، انه اللي يدخل معاك في يملى الفورمه يبقى عارف هو ملا ايه وفاضل له قد ايه او هو واقف فين دلوقتي. تمام، تاني حاجة زي ما قلنا ما ترهقش اللي بيملأ الاستمارة بان هو يقعد يكتب كتير، لا زي ما قلت لك في طرق كتيرة، يا اما بيختار زي ميل وفي ميل على طول دي في البوتن، يختار
يختار الميل، ما يقعدش يكتب بإيده. زي مثلا انت بتختار تاريخ الميلاد، بدل ما يقعد لا يفتح من القائمة يختار اليوم ويختار الشهر ويختار السنة، فانت تلجأ بقدر الامكان انه ما يكتبش كتير. وفي عندنا بدائل زي ما قلنا، يا اما يختار يا اما يتشيك في البوكس وهكذا. كمان طريقة ترتيب المعلومات يا شباب مهم قوي، ان يبقى فيه تسلسل منطقي في جمع الداتا. يبقى انت كل مجموعة داتا مرتبطة مع بعضها تحطها في كاتيجوري، زي مثلا وانت بتكتب السي في بتاعتك كده، ما تقعدش كله يبقى حاجة سمك لبن تمر هندي، لا المفروض اقسمها سيكشنز. يبقى في حاجة الاول البيانات الشخصية بتاعتي، في المؤهلات العلمية، في الخبرات الخاصة بتاعتي، في الدورات التدريبية، في المشاركات، أسماء المشاريع، فتقسمها بهذا الشكل بحيث إنه يبقى في تتابع منطقي من الفلو بتاع الانفورميشن في الاستمارة اللي أنت بتملاها. طيب كمان الفورم لازم تبقى سهلة إن هي تتملي، سواء كانت بنعملها سوفت أو هارد كوبي، لازم تتوفر فيها السهولة. كمان الفورمة اللي هتتملي بقى هستخدمها ازاي في السيستم بتاعي؟ زي ما قلنا مرتبطة على طول، تدخل الديتا لو هي سوفت كوبي بتدخل على قواعد البيانات، ولا انا لازم اعمل تشيك عليها، او انا هستخدمها ازاي اصلا في السيستم. لازم تكون متوافقة مع الانبوت سكرين ديزاين، لازم الفورمة يبقى لها good legibility feature. legibility feature اللي هو زي ما قلنا الحتة الجمالية بقى والحتة التنسيقية في إعداد الفورمة، وكمان خاصة حتة اختيار الألوان يا شباب، إن أنت بتبقى عامل بتكتب بلون إيه في مقابل الباك جراوند بتاعته. حتى هو في الكتاب نديك الإكزامبل على ده، لأنه دي بتبقى ستاندرد علشان نعتمدها ونشتغل بيها، ما بتتسابش للأهواء، تبقى تحس ان هو قوس قزح قدامك في الفورمة. غير كده كمان يا شباب، ان في ناس طبعا بيبقى عندها زي ما قلنا قبل كده عمى الوان، ومبقاش هو عارف اصلا هو عنده عمى الوان، فممكن الكلام مكتوب لكن هو للاسف اللون ده مش عنده، مش شايفه خالص. عشان كده انا بلجأ لاستخدام الحاجات الستاندرد علشان اتلاشى حدوث اي حاجة منه، فدي حاجات لازم نحاول نتبعها بقدر الامكان. طب بننتقل بعد كده على احد اهم التولز برضو اللي هتستخدمها وتطبقها كسوفت وير انجينير، اللي هو الديتا اناليسيس تشارتس، انواع التشارتس المختلفه اللي احنا نوي هنبقى معرضين ان احنا نستخدمها. طبعا كلنا متفقين انه صوره تساوي 1000 كلمه، وهكذا برضو بالنسبة للتعامل مع الشارتس بتعرض المعلومات بشكل واضح ودقيق ومفهوم من أول وهلة يا شباب، غير إنك تبص في بيانات في تيبل أو كمان التكست. يعني يمكن التيبل مفهوم شوية، لكن التكست ده اللي بيبقى صعب جدا، لازم قراءة وتركيز. يبقى من الأسهل والأفضل إن أنا أترجمه في شكل تشارت علشان يبقى مفهوم من الوهلة الأولى، تمام؟ فعلشان كده بنقول إن استخدامات الشارتس دي ممكن أستخدمها فين؟ انا بعمل اناليسس للترندز اللي موجوده عندي، عايز اشوف نسبه المبيعات بتاعتي، عايز اشوف عدد البرودكت اللي انا عملتها، نسبه مساهمتي في السوق، وجودي فين بالنسبه للكومبيتيتورز بتوعي مثلا، او بعمل فوركاست، بتعمل تنبؤ للايفنتس. طبعا كل ده شباب بماثيماتيكال واستاتستيكال وايكونوميك مودلز موجوده اتعرفنا عليها على مدار دراستنا. انت عارف ايه اللي بيعمل فوركاستنج، ايه اللي بيعمل اناليسيس، تمام؟ وكل دي اصبحت طبعا اوتوماتيك وكمبيوترايز باكسل شيت، اقدر اوصل لكل التشارتس دي واوصل للاستفاده منها. او بعمل كومبارزن للداتا، زي ما قلت لك انا عاوز اعرف نسبه مبيعاتي في خلال 5 سنين، وعايز اتنبا كمان ال5 سنين. كل ده بسيط جدا وسهل. كونفينج التكنيكال انفورميشن على السيستم ريكويرمنتس بقى، ايه هي المعلومات الفنيه، نسبه اداء كل ديفايس عندي، الريسورس المتاحه، فكل ده بيساعدني في الاناليسيس تشارتس المختلفه. ادينا هنا ده شباب اكزامبل على مجموعه التشارتس، وطبعا في اكتر من كده كمان على حسب احتياجاتك. زي مثلا اللاين تشارت عندي اهو، او واحد ده بيساعد في الريجريشن اناليسيس والبريك ايفن اناليسيس. بعد كده الباي تشارت استخدمه في ان انا بوضح البرسنتج
ديستريبيوشن، نسبة مساهمتك في السوق بتاعك قد ايه من المنافسين بتوعك، او كل برودكت عن نسبة مبيعاته قد ايه. او بعد كده عندي البار تشارت اللي ده طبعا بيوضح ايه هي الموفمنتس والريليشن شيبس، الحركات بتاعتك. وعندي كمان الستيب تشارت علشان زي الهيستوجرام كده، زي ما هو واضح قدام انك ببساطة جدا من الوهلة الاولى تقدر تفهم وتستوعب ايه الانديكيشن او مدلول كل تشارت من دول. علشان كده هو بيبقى ده دايما الافضل لما تيجي تعرض في تقارير انك تحط التشارت بدل من ان انت تقعد تعمل تكست كتير تكتب. اي تطلب من القارئ او متلقي الريبورت ده مجهود كبير في ان هو يفهم كل الديتيلز الموجود، في حين انه ببساطة جدا التشارت تقدر توصل له المعلومة اسرع واوضح. برضه هيبقى مطلوب منك انك تطلع بعض الدوكيومنتس التقنيه او الفنيه اثناء عملك في الاورجانيزيشن بهذا المسمى الوظيفي كمهندس برمجيات. كمان مطالب انك تستخدم مجموعه من الموديلنج تكنيكس، واللي احنا بنقول لازم تكون حسب الستاندردز العالميه. زي ما قلت لك الداتا فلو اللي تعملها كطالب مصري يفهمها الطالب الامريكي، يفهمها الهندي، يفهمها الانجليزي، فدي لان دي ستاندرد موديل عالميه معتمده ومعترف بيه. عشان كده دايما تلجأ في شغلك انك تعرف ايه التمبلت المعتمده لهذا الجزء عشان تعمله. وعاده هتلاقي في كل حته في حاجه اوبشنال، يعني تقدر تضيف برضه، يبان بصمتك، يبان اسلوبك او طريقتك او شخصيتك في تنفيذ الموديل ده. لكن تسهيلا على الناس لازم نعتمد على الحاجات الستاندرد الموجوده. فعندي هنا اكزامبلز على مجموعه التكنيكال دوكيومنتس اللي ممكن تطلع من ايدك كمهندس برمجيات، اللي هو احنا بنقول عليه اختصارا المين ديليفرابلز، ايه هي المخرجات او البوتس الاساسيه اللي هتطلع من الفيزز المختلفه بتاعه السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل لما اجي انفذ الفيزز والاكتيفيتيز دي. زي ما انتوا فاكرين طبعا كان بنطلع السيستم بروبوزال او البروجكت بروبوزال، السيستم ريكويست، الانيشال سيستم ريكويرمنتس المطالبات الاوليه، بعمل الفيزابيليتي ريبورت من الفيزابيليتي ستادي كايكونوميك كاورجانيزيشنال كتكنيكال كاوبريشن من كافه الدايمنشن بتاعه الفيزابيليتي ستادي. بعمل requirement specification، احتياجاتي ايه لل requirement، ال design specification، ال help system، ال user's guide وال system manual. كل ده documents بتطلع من تنفيذ ال system development life cycle. هيتنقل بعد كده الى ايه هي ال tools الأساسية علشان اعمل بدءا من البلاننج لحد الديفلوبمنت، ايه التولز اللي انا هستخدمها على مدار دوره حياه انشاء السيستم والتعامل معاه. فبنقول طبعا ان اقدر اقسمها لموديلنج وديزاين تولز والداتا بيس بلاننج تولز السوفت وير. هنا يا شباب المقصود بيها ايه الافيلابل من السوفت ويرز، مجموعه البرمجيات المتاحه اللي موجوده دلوقتي اللي انا اقدر استخدمها في تنفيذ كافه انشطه ومراحل وممارسات السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. ايه السوفت وير الموجود اللي ممكن يساعدك وانت بتعمل الاناليسز، مثلا زي ما اخدته مثلا ممكن اخد الفيزو، عندي مايكروسوفت بروجكت عشان اعمل السكيدول بتاعنا، اعمل الجانت تشارت وهكذا. فبيقول لك ان انا هنا بيساعدني قوي الكيس تولز اللي موجوده، الريد رابت ابلكيشن ديفلوبمنت تولز والاس دي كي، اقدر اقسمها في كاتيجوريز للموديل والديزاين. بنقول هنا يا شباب ان الداتا بيز مانجمنت سيستم السوفت وير اللي بيساعدك انك ديفلوب وتمانج الداتا بيز. ايه بقى البدائل المتاحه الموجوده زي ما هنشوف دلوقتي؟ عندك اس كيو ال، عندك اوراكل وما شابه. طيب بشكل عام اقدر اقسم فيما يخص الداتا بيز مانجمنت سيستم سيرتس الى تو مين كاتيجوريز، متقسمين يا اما اشتغل بالراشونال داتا بيز مانجمنت سيستم ده كراشونال موديل للداتا بيز ديزاين، او ان انا استخدم اليونيفرسال. طيب دول متاحين. الفيصل هنا يا شباب الى اي مدى انت فاميليار بالنوعين الاثنين، الى اي مدى حجم الداتابيس بتاعتك الموجوده انت عامل الديزاين ليه، الى اي مدى السكيل بتاع الداتابيس بتاع الاورجنايزيشن اللي انت شغال عليه.
فانت لازم تحط قدامك الانواع دي وايه الكرايتيريا اللي انت محكوم بيها، ايه المعايير اللي انت بتشتغل بناء عليه. فعلشان كده احنا هنستعرض مع بعض ايه الاكثر شيوعا، ايه اللي موجود البيبيولار الموجود عندي من السوفت وير بلاننج والديفلوبمنت تولز اللي هي متاحه تقدر تستخدمها، وانت الفيصل في الاختيار. فهلاقي عندي ان هو مقسمهم بناء على مجموعه كاتيجوريز. بدأ عندك اهو بالسوفت وير موديل والديزاين تولز، ايه التولز الريليتد بحته الموديل والديزاين. تمام، فمديك اول حاجه عندك البرودكت والبيرنت كومباني الشركه المنشاه من قبلها هذا البرودكت. ثم بعد كده نديك بعض الكومنتس ان هو ده يساعدك في ايه، تقدر تستخدمه في ايه، مديك بعض النوتس الخاصه بيه، مديك ديسكريبشن للبرودكت علشان تقدر تحدد مدى احتياجك واستفادتك منه. تمام، فمتناول زي ما قلنا البرودكت والشركه، وتقدر تستخدمه في ايه او يساعدك في ايه او هو مثلا مقابل ليه. ده هتلاقوه موجود تقدر من دلوقتي. وطبعا زي ما قلت لكم يا شباب انه ده كان في وقت ما الكتاب ظهر، الكتاب ده سنة 2014، فهنلاقي انه الحاجات دي ستيل موجودة لها تحسين كبير او فيرجن حديثة منها. في حاجات كمان ممكن تكون ظهرت مش موجودة في التيبل ده، فمهمتك هنا ان انت كخريج لهذه الكلية تبقى ابديتد لاحدث حاجة ريليتد بكل اللي احنا بنقوله ده. لازم تبقى عارف علشان اعمل اناليسز الحتة دي يفيدني فيها ايه، علشان اجي اعمل ديزاين المفروض اختار انه تول انه سوفت وير موجود. فمهم قوي انك تابديت يور نوليدج اباوت هذه الايتيمز اللي احنا بنتكلم عليها. تمام، ده بالنسبه للسوفت وير موديل ديزاين تولز. بعد كده داخل لك على الداتابيز مانجمنت سيستمز اللي هو التولز المرتبطه بانشاء وتصميم وبناء قواعد البيانات في الاورجنايزيشن. وزي ما قلنا بناء على الكومنتس اللي جايه مع كل سوفت وير تقدر تحكم على انواع. مهم قوي يا شباب ان احنا نذاكر التيبل ده ونعرفه علشان تكون فاميليار بكل المسميات. ما ينفعش ابدا انك تخرج سوق العمل ويتقال قدامك اسم سوفت وير او اسم ستاندر معين او طريقه في الديزاين وتكون انت مش عارف، لانه ده بيدي انديكيشن سيء للغايه. تمام، بعد كده عندي ده برضو متكلم على هيتكلم على سوفت وير ديفلوبمنت تولز. تمام، والداتابيز مانجمنت سيستم. بنقول بقى يا شباب في حته التولز اللي احنا ممكن نستخدمها، طبعا احنا قلنا الكيس تول بتساعدنا قوي بشكل كبير في اداء كافه العمليات المختلفه او المهام في الفيزز بتاعه السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. ممكن ياخد الطريقه التراديشنال في الكودنج والبروجرامنج او استخدام الكيس تولز. عندي فرونت اند سيستم ده مرتبط بالانفستيجيشن والاناليسيس والسبيسيفيكيشن، والباك اند ده سنتر ده على الديفلوبمنت والديزاين وال انتجريتد مع بعض كسيستم ديفلوبمنت از هوم. الاوبشن الثاني ان انا اخد الاوبجكت اورينتد. طبعا انتوا المفروض بتاخدوا كورس كامل السنه دي على الاوبجكت اورينتد وكيفيه استخدامه، والكتاب ده مدي على فكرة تفاصيل على موضوع الأوبجكت أورينتد لو حد انترستد وحابب يزيد من النوليدج في الحتة دي. تمام، فده برضو نفس الحكاية الأوبجكت أورينتد كيس تولز ممكن برضو فرونت إند وباك إند أو انتجريتد مع بعضها. بنقول بقى يا إما تستخدم ده لوحده أو ده لوحده أو على حسب السكيل بتاع البروجكت اللي أنت شغال فيه. ممكن تعمل هايبريد كيس تولز إنك تمرج ما بين الجزئين الاتنين مع بعض، بحيث إن أنا في عندي بعض التولز اللي تساعدك كفانكشن أورينتد وفي الآخر يساعدك كأوبجكت أورينتد برندنج للسوفت وير كونستراكشن. فبرضه أنت هنا كسوفت وير انجينير مع فريق العمل بتاعك مدى قدراته وامكانياته ومهاراته في الكودينج واستخدام هذه الايتيمز اللي تقدروا تحكموا
انا هستخدم انه تولز موجود، سواء تراديشنال او الاوبجكت اورينتد، او ان انا اعمل هايبريد او حاجه مختلطه او نظام هجين ما بين. بنقول بقى كمان يا شباب ان معظم الريد تولز اللي موجوده ريليتد بالاوبجكت اورينتد. طب هنا ايه البنفيتس اللي هتعود عليا لما استخدم السوفت وير والديفلوبمنت تولز اللي موجود؟ طبعا الحاجات دي بتساعد جدا في عمليه الاوتوميشن بتاعه الاداره للاز هو، بعملها مسجله على هذا السوفت وير يمكن الرجوع اليها، بيبقى عندي ريفرنس ثابت، بيبقى عندي دوكيومنتيشن بكل تاسك انا بعملها اقدر ارجع لها، وبطلع الريبورتس المطلوب. السيستم موديلنج زي الداتابيز واليوزر انترفيس كل ده انا بستخدمه بتول فبقدر اعمله بشكل بيرفكت. استخدام الجرافيكال يوزر انترفيس حسب الامكانيات والفاسيلتس المتاحه، انت بتصمم انترفيس بيرفكت. حته البروتوتايم تقدر تنشئها، تعمل لها موديلنج وتعمل لها تيست زي ما قلنا، بعرضها على اليوزر وتلقى منه الفيدباك، وعلى طول في ابديت وتحسين وتعديل مستمر. السوفيستيكيتد دايجرام تكنيكس، تقنيات انتاج الدايجرامز المتميزه زي الاكسيتابل دايجرامز مثلا، استخدامك للفورس جنريشن لانجوج الانترفيس اللي بيساعد في الابلكيشن ديفلوبمنت، وطبعا عندي الاوتوماتيك كود جنريشن زي ما شفتوا كده انه في سوفت ويرز كتير قوي بتساعدك بمجرد الديزاين هو بيبدا يخلق لك الكود بتاعه، فاصبح في سهوله، في مرونه كبيره، في فرايتس عاليه بتنتج كمان وانت بتعمل الديزاين، فعشان كده ده له بنفيتس عاليه قوي في استخدام التولز دي. كده احنا خلصنا التولز الكامله اللي ممكن يستخدمها السوفت وير انجينير يا شباب. فاضل بس اخر حته عندي في الشابتر ان احنا هنتكلم على حته المانجمنت ايشوز، ايه هي قضايا الاداره اللي هتكون مرتبطه بالسوفت وير انجينير، او اللي هو المفروض يبقى فاميليار بيها وعنده درايه كامله للعمليات الاداريه داخل الاورجانيزيشن. بنقول يا شباب انه ايا كان تخصص الشركه اللي موجوده، المجال الفني بتاعها او التخصص العلمي اللي هي بتشتغل عليه، هتلاقي شركه صناعيه، زراعيه، تجاريه، اي تخصص هتلاقيه نووي اصبح الان بيعتمد على برامج على السوفت وير. فزي ما قلنا ايا كان التخصص بتاع الشركه دي، بمجرد اعتمادها على هذه البرامج بتستخدمها بتسوقها، فهنلاقي ان في حتميه افتراضيه، متطلب اساسي لازم هتحتاج لخدمات مهندس البرمجيات، علشان كده اصبح من المسلم به ان هندسه البرمجيات دي تخصص هام وضروري جدا وواسع الانتشار في كافه التخصصات اللي موجوده، فده مهم جدا. فعلشان كده السوفت وير انجينير لازم يبقى على درايه كامله بكافه انواع البلانز، بكل الخطط اللي ممكن تنفذ وتوضع في الاورجنايزيشن، لان دي هتؤثر بشكل كبير على الاورجنايزيشن. طيب التاثيرات دي هتكون في ايه؟ في عده مجالات زي ايه يا شباب؟ بحط خطط للاكسبانشن، للكونتراكشن، التعاقدات، الاتساع، عاوز اكبر الشركه بتاعتي، عاوز اعمل فروع، عاوز اتعاقد مع شركات اخرى، اعمل مشاركات او مبادرات او مشاريع مشتركه، عاوز اعيد تاني تنظيم الشركه بتاعتي، فكل خطه من دول هتاثر بشكل كبير في الفيزيكال انفراستراكشر بتاع الاورجانيزيشن، وانا كسوفت وير انجين مسؤول عن تصميم هذا الانفراستراكشر، فمهم قوي ان انا ادرج معاهم على او ابقى فاميليار بالخطط دي. تاني حاجه الري الوكيشن هافكت كمان لما اغير الاستراكشر بتاعي، اغير ترتيب الاقسام، اغير المسؤوليات والمهام، كل ده طبعا هياثر برضه. انا عاوز اعمل ميرج، انا عندي
اكتر من فرع موجودين، لا انا هجمعهم كلهم، هيبقى في فرع رئيسي مثلا، او العكس انا عاوز اعمل فروع اكتر او اتعاقد زي ما قلنا. فكل ده برضو بيأثر في السكوب بتاعي، سواء انا هنكمش او هتوسع وازود. انا عاوز ادخل على الجلوبال ماركت، عاوز ابقى انترناشونال، يبقى ليه افرع في دول تانية. فكل ده بيفرق جدا في السكوب بتاع الاورجانيزيشن، وسبيشيالي بقى من وجهة نظر المهندس البرمجيات، الانفورميشن انفراستراكشر، حجم المعلومات، التداول بتاعها، التنقل ما بين. فبنقول بقى انه في كتير من الحالات بتؤثر التغييرات دي بشكل مباشر على أنظمة السوفت ويرز أو البروجرامز اللي بتعتمد عليها المنظمة. طيب في حالات تانية التأثير، في تأثير ممكن يكون مباشر أو يكون تأثير غير مباشر. التأثيرات دي سواء مباشرة أو غير مباشرة، فهي بتتطلب إن الأنظمة الأساسية هيحصل فيها تعديل جوهري، وكمان ده هينطلب من فريق الهندسة البرمجيات في الأورجانيزيشن إنه ينفذ التعديلات دي علشان نقدر نواكب ونعدل في التغيرات اللي حصلت من منظور البيزنس. فمهم أوي التغيرات دي هتحصل في internal work، الأعمال الإيه الداخلية، تمام؟ سواء الطريقة أو المود اللي إحنا بنعمله زي ما قلنا، يا إما جلوبال أو على كل الشركة، أو بيبقى في areas أو departments معينة. فده مهم قوي ان انا اعرف واحط ايدي على التغييرات اللي هتحصل، واعمل اللي يتواكب معاها بقى في الانفورميشن سيستم او الفيزيكال انفراستراكشر بتاع السيستم. فمهم قوي ان انا اكون مع الاداره في كل خطوه بتعملها، اكون على درايه بكافه الخطط الجديده اللي هيتم حطها، علشان اقدر ادمج ده بشكل كبير في الاوتوميتد او الكمبيوترايزد سيستم او الانفورميشن سيستمز المختلفه اللي موجوده معايا. كده احنا يعتبر خلصنا شابتر 2، هو الشابتر صغير، فحبيت ان هو ايه ناخده كله مره واحده، بحيث ان احنا مش ضامنين الوقت يا شباب. تمام، فاحنا كده اهو خلصنا الشابتر، و احنا بقى نفتح مجال دلوقتي لحد له اي سؤال. طبعا زي ما قلت لكم الشابتر اهو خلاص انا